كثيرة هي القصص التي تحمل في طياتها أحداثاً مليئة بالنخوة والإيثار وعزة النفس التي تمتع بها الإنسان العربي في قديم الزمان. تلك القصص تعطينا دروساً في أخلاق ومروءة العرب في سالف الأيام، وتقدم لنا نموذجاً يحتذى به، وتستنهض هممنا لنحيي مآثرها في أيامنا هذه. وقصة جابر عثرات الكرام التي دارت أحداثها بين عكرمة الفياض وخزيمة بن بشر تعتبر من أبرز قصص الجود والكرم والمروءة والشهامة، وقد ذكرت في كتاب المستجاد من فعلات الأجياد الذي كتبه القاضي التنوخي البصري أبو علي رحمه الله. بدأت القصة بمحنة عاشها خزيمة بن بشر، وهو أحد الرجال الذين عاشوا في أيام سليمان بن عبد الملك، إذ كان يحمل صفات الكرم والمروءة، حيث عرف عنه آنذاك أنه لم يرد سائلا ولا محتاجا على الإطلاق، لكن ماله نفذ فجأة بعد صعوبات مالية كبيرة عانى منها، فازدادت ديونه وساءت أحواله، ولما علم إخوانه بما أصابه لم يقدموا له شيئا سوى المواساة في البداية، ثم تركوه يكابد آلامه ولم يسألوا عنه مجرد سؤال. فحزن خزيمة حزنا شديدا وضاقت به الأرض بما رحبت، فأسر لزوجته أنه لم يعد يحتمل أن يعيش وسط نظرات الشفقة التي تحوم حوله من كافة الجوانب، فاجتنب جميع الناس واعتزلهم مغلقا بابه دون أن يتحدث إلى أحد. وفي تلك الأثناء كان عكرمة الربعي واليا على الجزيرة، وكان يطلق عليه اسم عكرمة الفياض لكثرة كرمه وجوده وشهامته. وبالصدفة وهو في مجلسه ذكرت أمامه قصة خزيمة بن بشر، فسأل عكرمة عن حاله فأخبره عما جرى له وما آل إليه. وبعد أن عرف عكرمة خزيمة بن بشر أمر أن توضع 4000 دينار في كيس واحد، وانتظر حتى حل المساء، فقام بإخراج دابته دون أن يعلم أحد، واتجه قاصدا بيت خزيمة إلى أن وصل إليه، فقرع باب منزله، فخرج خزيمة فأعطاه الكيس، وقال له: أصلح به شأنك. فرد عليه خزيمة: من أنت جعلت فداك؟ فأجابه: أنا عكرمة، لو كنت أريدك أن تعرفني لما جئتك في وقت متأخر من الليل. فقال خزيمة: لن أقبل به حتى أعرف من أنت. فقال عكرمة: أنا جابر عثرات الكرام. ثم غادر مسرعا عائدا إلى بيته. بعد أن عاد عكرمة في وقت متأخر من الليل إلى منزله، شكت به زوجته وظنت أنه كان يخونها، فصفعت خدها وقالت له: لماذا خنتني يا عكرمة؟ فقال لها: هل تحفظين سري؟ فأجابت: نعم. فقص لها ما فعله مع خزيمة حتى هدأت، وقدمت له وعدا ألا تخبر أحدا مطلقا. وحينها كان خزيمة يعد الدنانير برفقة زوجته، والأرض لا تكاد أن تسعه من كثرة الفرحة، فهو لا يصدق أن هناك من رق لحاله، واستعد فورا للذهاب إلى الخليفة سليمان بن عبد الملك. ذهب خزيمة إلى الخليفة سليمان بن عبد الملك، ولما وصل إليه سأله: ما الذي جعلك تتأخر علينا؟ فحدثه خزيمة بما حل به، وكيف مر زائر الليل وأنقذه من محنته المالية. فسأله الملك: هل تعرفه؟ فأجابه خزيمة: كلا يا مولاي، كان مستترا وما سمعت منه إلا أنه جابر عثرات الكرام. فتشوق الخليفة سليمان بن عبد الملك لمعرفة هذا الكريم ذو الشهامة والمروءة والجود. وبعد ذلك أسند الملك مهمة والي الجزيرة لخزيمة، وعزل عكرمة الفياض عن عمله. ولما جاء إلى الجزيرة نزل في دار الإمارة، ولما وجد أن ثمة هناك ديونا كثيرة على الولاية أمر بمحاسبة عكرمة، وطلب خزيمة من عكرمة أن يسدد الديون، لكن عكرمة كان لا يملك شيئا من المال، فأعطى خزيمة الأوامر بحبسه. وبعد ذلك دخل عكرمة الفياض السجن،
ولما بقي فيه لمدة تجاوزت الشهر ازداد حزن زوجته عليه، فقالت لإحدى الجواري: أريدك أن تذهبي إلى مكان إقامة الوالي خزيمة وأن تطلبي الحديث إليه دون أن يسمع أحد بما ستقولينه، وعندما تتأكدين من عدم وجود أحد قولي له: هل هذا جزاء جابر عثرات الكرام؟ فقامت الجارية وذهبت وفعلت ما قالته لها زوجة عكرمة. فلما سمع منها خزيمة ذلك انطلق مسرعا نحو سجن عكرمة، ودخل إليه ووجد عليه علامات الوهن والضعف، فتقدم نحوه وقبل جبينه وقال له: كريم فعالك وسوء مكافأتي. فرد عكرمة قائلا: غفر الله لنا ولك. ثم خرجا إلى أن وصل عكرمة إلى بيته، فقدم خزيمة الاعتذار لعكرمة وزوجته. انطلق خزيمة بعد تلك الحادثة برفقة عكرمة إلى الخليفة سليمان بن عبد الملك، وفور وصولهما إلى هناك ومثلا بين يدي الخليفة قال لهما: ما الذي جاء بكما إلى هنا على عجل من أمركما دون أن أستدعيكم؟ فرد خزيمة: كل الخير يا أمير المؤمنين، لقد عرفت من يكون جابر عثرات الكرام. حينها قال الملك بلهفة: ومن هو يا خزيمة؟ فأجابه خزيمة: إنه عكرمة الفياض يا سيدي. فقال له: يا عكرمة، كان خيرك له وبالا عليك. ثم أمر الملك أن تسدد جميع الديون المترتبة على عكرمة، وأسند إليه مهمة ولاية أرمينيا وأذربيجان، وبقي خزيمة بن بشر واليا على الجزيرة.